تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه اليوم مع أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عددا من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة. وفي بداية اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع السياحة والآثار ضمن أجندة وملفات عمل الحكومة على ضوء ما تمثله مصر من مقصد سياحي عالمي وما تتمتع به من إمكانيات واعدة في هذا المجال، بالإضافة إلى ما يسهم به هذا القطاع ضمن موارد النقد الأجنبي للدولة، وهو ما يتطلب متابعة كافة الجهود الخاصة بدعم هذا القطاع الحيوي. وصلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إلى العاصمة الإيطالية روما، وذلك للمشاركة في القمة الإيطالية الإفريقية التي ستعقد خلال يومي 28 و29 من يناير الجاري، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وتركز وزيرة التعاون الدولي خلال كلمتها على التعاون في مجال الطاقة وضمان إمداداتها وتعزيز تنمية البلدان الإفريقية. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خدماتها المجانية المقدمة لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 الذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 24 من يناير حتى 6 من فبراير 2024 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية. يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالتأمين الطبي للفعاليات والأنشطة الكبرى التي تقام على أرض مصر حرصا على صحة وسلامة المواطنين والوفود للمشاركة من ضيوف مصر الكرام، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة. تصوت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية غدا الاثنين على مقترح لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو قدمه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد. يعاني منتخب مصر العديد من الغيابات في مباراة اليوم أمام منتخب الكونغو في أمم إفريقيا بسبب الإصابات التي ضربت الفراعنة، وأبرزها محمد الشناوي حارس المرمى وإمام عاشور ومحمد صلاح. وجهز البرتغالي روي فيتوريا تسجيلات لمباريات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون استعدادا لمواجهة الدور المقبل، والتي يأمل فيها المدرب البرتغالي في تحسن النتائج ومواصلة التمسك بالحلم وهو التتويج بلقب الأمم الإفريقية.